مساء الخير وأهلا بكم مشاهدينا الكرام، مرحبا إلى العدد 35 من البرنامج الرياضي كلام في الرياضة. في عدد اليوم نتكلم عن مستجدات استئناف الموسم الكروي لعام 2019-2020 المحصور بين مطالب العودة وصعوبات التجسيد على أرض الواقع، خاصة وقد دعت أندية الشرق إلى إلغاء الموسم كما جرى بالنسبة لأندية الغرب الجزائري. فإلى أين تتجه البوصلة في انتظار أندية الوسط يوم الاثنين القادم إن شاء الله؟ وهل هناك مطالب أخرى للأندية المحترفة؟ وهل توجد مقترحات أخرى للخروج من الحلقة المفرغة في القريب العاجل؟ في المحور الثاني نتكلم ونحلل اختيار اللاعب مجيد بوغرة قائد المنتخب الوطني الجزائري ليكون مدربا للمنتخب الوطني للمحليين. كيف نرى ونحلل هذا الاختيار بالنسبة لقائد المنتخب الوطني الجزائري بنظرة فنية؟ كل ذلك مع السادة الضيوف. أسعد باستضافة السيد عبد الغني هاني وهو المدير العام الهادي وهو المدير العام لنادي اتحاد الجزائر. السيد عبد الغني مرحبا بك، اهلا وسهلا بك معنا لاول مره في تلفزيون الجزائر. مرحبا. الله يسلمك. مساء الخير. مساء الخير مشاهدينا الكرام، وشكرا على الاستضافه. الله يسلمك، مرحبا بك. الله يسلمك. سيد سمير حوحو مستشار ومدرب في كرة القدم وكان يسجل عادة بالرأس من القائم الثاني. أسلام سمير، أهلا وسهلا. مساء الخير محمد خويا. مرحبا. تحية لجميع المشاهدين وسعيد جدا بوجودي معك. مرحبا. مع ضيوف كرام. الله يسلمك. شوقي محمدي مستشار ومدرب في كرة القدم، أخ عزيز. الله يسلمك. مرحبا بك شوقي وأهلا وسهلا. السلام عليكم، نشكرك على الدعوة هذه وإن شاء الله الجلسة هذه تكون طيبة ومفيدة للمتفرج الكريم. نتمنى ذلك بكل موضوعية وبكل حيادية وبكل علمية. نريد أن نحلل ونناقش محاور اليوم في المحور الأول. النقاش يبدأ بعد الفاصل. طيب نبدأ النقاش مباشرة. المحور الأول الرفض والترقب في انتظار القرار بالنسبة لرؤساء أندية الشرق يدعون إلى إلغاء الموسم الكروي 2019-2020، وكان ذلك في الاجتماع الذي جرى مع رئيس الرابطة المحترفة السيد عبد الكريم مدوار لصعوبة تطبيق البروتوكول الصحي على غرار ما كان الأمر عليه بالنسبة لأندية الغرب الجزائري. نبدأ معك السيد عبد الغني، ما رأيك؟ أنا اليوم لكان نتكلم على استئناف البطولة من عدمها. أنا نقدر نقول لك اليوم أنه الوقت يعني راه فاتنا وقت كثير. هذه المساله كانت لازم تطرح في 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 افريل في ماي. اليوم رانا في اواخر جوان، يعني 3 شهور ونص تقريبا من مما حبست البطوله. اليوم لازم تكون عندنا الشجاعه باش نقولوا باللي الاستئناف صح وصعيب كثير. صعيب وعلاش صعيب؟ لانه اللاعب هو اولا مواطن، اثنين الوباء هذا اليوم كان ارقام مخيفه خاصه. نعم اليوم. ثالثا باش نقولوا الاستئناف، معليش نقولوا الاستئناف، ولكن شكون اللي يقدر يستأنف؟ هذا هو الكلام اللي حبينا نقولوا. احنا نقدروا بلا كاين بعض الفرق اللي يقدروا، وشكون اللي يقدر يدير الاجراءات الصحيه والبروتوكول هذا اللي رانا نهضروا عليه؟ نعم. يعني هو كان مسائل كثيره، ولكن نقولوا بلي طال الزمن ولازم نفصلوا في هذه القضيه. اذا كان الاستئناف قالوا السلطات يقولوا كان الاستئناف، احنا رانا واجدين. هل سيد عبد الغني، هل النتائج التي وصل اليها الاجتماع بالنسبه لانديه الغرب وكذلك بالنسبه لانديه الشرق صحيح من حيث المحتوى او من حيث المبدا اولا؟ هي دروكا واش نقول لك، يعني واحد كيشوف
كيسالوه كيسالوه ما لازمش يكون من الزاويه الضيقه دفع. لازم يشوف في مصلحه الرياضه الوطنيه يعني نقولوا انا نقول لك حنا النتائج كانت منتظره وحتى في 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 النوادي تاع الوسط يعني انا نترقب نقول باللي تناتي الى باش نتكلموا على انديه الوسط نعم. وماذا نترقب من انديه الوسط كيف سيكون رد فعل انديه الوسط بالنسبه لهذه المساله الكره عندك سمير ما رايك اولا في هذه الاجتماعات في هذه الخلاصه وهي يعني صعوبه الاستئناف بالنظر الى صعوبه تطبيق البروتوكول الصحي على ارض الواقع انا نظن يعني بكل صراحه اخويا محمد نظن باللي سي با او بريزيدون ني او بريزيدون دو لا ليغ دو ديسيدي دو لا ريبريز ما همش هما اللي ديسيديو اسكو يستأنفوا ولا لا هما يطلبوا الحمايه يعني الحمايه الصحيه نعم. تاع اللاعبين تاع ستاف تاع كلش بور لا ريبريز مي باش جو بونس يعني كسي با نورمال باش تقسيم رايهم اسكو ريبرون اون ريبرون با وانا نشوف بلي الحاله تختصر غير على الرابطه المحترفه الاولى والثانية الوغ كو شامبيونا فيه عده رابطات من رابطه الهوات الانتر ريجيون على الاقل رابطه الهوات اللي معني بالاستئناف ثاني دونك انا نظن بلي لي بريزيدون كسا سوا في الشرق ولا في ترافير يعني الجزائر كامل نظن لازم يطالبوا بتسجيل البروتوكول هذا الصحي باش حفاظا على اللاعبين ولا انا نظن اسكو السلطات العموميه قادره توفر الامكانيات اللازمه بور لا ريبريز مي باش يعني لي بريزيدون ولا بريزيدون دو لا ليغ سي هما اللي ديسيديو لا ريبريز ولا انا نظن يعني القرار ماهوش بيدهم القرار بيد السلطات العليا للبلاد بيد السلطه الصحيه هما يطلبوا توفير امكانيات الوسائل من يوفر الدوله السلطات كي نقول السلطه على راسها الاتحاديه بالتزامن مع السلطات العموميه والسلطات العليا في البلاد اسكو باش تحمي الفرق هذم يعني توفر لهم باش تقدر تجسد البروتوكول الصحي انت من المدربين الذين يعرفون تماما الهوات قسم الهوات وانت تدرب في هذا القسم من سنوات وانت تعرف الوسائل والامكانيات هل ممكن تطبيق هذا البروتوكول الصحي في هذه الاقسام بصراحه مش ممكن فاش اكثر خويا محمد نعم. كاين فرق الهوات احسن يعني الانفراستركتور تاعهم خير من فرق في القسم الوطني الاول انا دربت فرق في الهوات نعطيك على غرار مولوديه قسنطينه اللي ممكن لي زانفراستركتور اقامه لاعبين ولا حتى خير من فرق في القسم الوطني الاول ولذا مانيش نشوف فرق كبير ما عدا فرق يعني لي غروس بوينتور في القسم الوطني الاول كما قال الرئيس اللي ممكن تقدر دير البروتوكول ما كانش فرق بين فرق الهوات ولا فرق حتى في القسم الوطني الثاني والاول بيناتهم ولذا نظن باللي البروتوكول اللي راح يطبق عند فرق القسم الوطني الاول يقدر يطبق عند القسم الثاني والهوات ممكن انت تشوفها بلك ممكن ماهيش يعني حاجه كبيره شوقي ما رايك في النتائج المتوصل اليها لحد الان وهي صعوبه تطبيق البروتوكول الصحي بالنسبه للانديه اولا الانديه انديه الغرب الجزائري ثانيا انديه الشرق في انتظار انديه الوسط نعم والله الجزائر تعيش مرحله صعبه الا وهي هذا الوباء كورونا فيما يخص يعني القرارات يعني هنالك يعني هيئه وسلطة معينة تأخذ بالقرارات فيما يخص الاستئناف أو عدم الاستئناف كاين هنالك يعني وزارة الصحة هي الأولى التي هي اللي عندها الصلاحية نعم عندها الصلاحيات يعني في أخذ مثل هذه القرارات على الرابطة أو الفيدرالية يعني تعطي أو تطلب من الوزارات المعنيه الاستئناف ام لا فيما يخص البروتوكول يعني هنالك فرق كما قال سمير فرق تستطيع ان توفر هذا البروتوكول الصحي ولكن بعض الفرق يعني في الرابطه الثانيه انديه الشرق يعني ماديا ما عندهمش الامكانيات اللازمه نقولوا يعني ممكن على الفيدراليه او الدوله تاخذ بهذا الاعتبار وتوفر يعني ماديا فيما يخص شروط البروتوكول اما فيما يخص يعني انديه الغرب في نفس السياق اظن انه يعني القرار ما يعودش للرابطه او الفيدرال القرار يعود الى السلطات هذا معروف صحيح هذا معروف الدولة. ولكن ما زلنا دائما شوقي في نفس النقطه ما زلنا في نفس المرحله لم نتقدم في النقاش بالنسبه لهذه العمليه لم نقدم اليات لم نقدم مقترحات لم نقدم افكار فيما يخص هذه العمليه فاذا مثلا اذا تم إلغاء الموسم كيف ستكون الآليات إلغاء الموسم كيف ستكون العملية السيد عبد الغني ما رأيك في هذا
الكلام. شوف انا نقدر نقول لك عثرت مقبات وقلت لك بلي هذا القرار هذايا نورمالمون كنت ندارسها في شحال شهرين. اليوم نعطيكم لو كا تاعنا ولو كا تاع كاع صحيح مثلا اليوم رانا نافيغي وافيو كيما يقولوا. انا ما على باليش واش راح نديروا. اليوم رانا في خلاص تقريبا خلاص جوان نستأنفوا ولا ما نستأنفوش واش راح نديروا باللاعبين تاعنا واش راح اسكو نسرحوا اسكو نجيبوا اسكو كذا اسكو نديروا ان ستاج ما على بالناش في غموض وبون دوكا نستأنفوا معليش نستأنفوا صحيح لازم اون دو اوبسيرفي شهر ونص ياك هكذا باش يعاد تأهيل اللاعبين شهر ونص نلحقوا في اوت ولا اواخر اوت من بعد عندنا وي ماتش ولا مع لا كوب تانيك راهم دونك يفو دو موا مينيموم نلحقوا لا فان اكتوبر بعد وقتاش نكملوا الموسم هذا وقتاش نبداو الموسم الاخر جديد. نعم. انا بعدنا بزاف على لازم يولي ازدحام اليوم لازم السلطات العليا تاخذ قرار يا لكان نستأنفوا نشوفوا كيفاش نستأنفوا وما ننساوش الاستئناف ما نهضروش على 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 البروتوكول برك غدوه نقولوا كان فريق يستقبل وكان فريق راح يتنقل وين يتنقل وين راح يبات ولازم دي زوتيل لي زوتيل مغلوقين لازم ريستوراسيون لازم كذا كاين امور بزاف لازم صحيح بالضبط سمير ساعود لك بعدما نشاهد تقرير الزميل ياسين بوخلاف والذي حضر اجتماع رئيس الرابطه المحترفه مع انديه الشرق الجزائري. في إطار سلسلة اللقاءات التشاورية مع أندية الرابطتين الأولى والثانية التقى رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم عبد الكريم مدوار مع رؤساء أندية الشرق الجزائري. متى يرفع الحجر؟ هذا ماهيش بالسلطة تاع الرابطة ولا الفيدرالية وحتى وزارة الشباب والرياضة. هذا السؤال المطروح يعني كثير من الرؤساء اللي يحبذون يعني من نهاية شهر جوان تنعطى اون دات وقتاش تكون لا روبريز كلكو سوا لا روبريز. قال لك ما نقدروش نستناو اليوم غدوه السمانه الجايه الشهر الجاي الى اخره. الى متى؟ اللاعبين مقلقين، المدربين مقلقين، رؤساء النوادي مقلقين. اكيد هذا كل يعني يسقط عندما نحافظ على سلامه المواطن. اللقاء كان فرصة لطرح انشغالات رؤساء الفرق بشأن مستقبل البطولة الوطنية المتوقفة منذ شهر مارس وبعض المواضيع المتعلقة بمستقبل النوادي. هضرنا على البروتوكول الصحي هذا بأن الفرق خاصة الفرق المادية اللي ناقصها ماديا هتكون عندها صعوبة كبيرة في تطبيق هذا البروتوكول الصحي. مادام كاين هذا البروتوكول اللي ما نجموش نطبقوه احنا كفرق ارتأينا احنا اتفقنا كامل باش تكون البطوله مؤجله او ملغيه. الشيء اللي ركزنا عليها كثير في هذا اللقاء وتكلمنا عليه هي يعني ايجاد او يعملوا يعني دراسه ككل للمنظومه الاحتراف الحاليه لانه المنظومه هذه يعني الجميع يعرف باللي انها منظومه يعني فشلت. وستختتم سلسلة هذه اللقاءات باجتماع مع رؤساء أندية وسط البلاد في الأيام المقبلة. طيب بالنسبة لي فقط للأسماء الثاني هو السيد شداد رئيس فريق جمعية الملاد، بالنسبة لي ثالث هو السيد هو ممثل فريق اتحاد عنابة. سمعتك سمير ماذا قاله رئيس الرابطة وسمعت ماذا قاله المتدخلون بالنسبة للممثلين عن أندية الشرق ما هو؟ لا هو يعني بكل صراحة منطقي وش يعني اللي تفضل به رئيس الرابطة باللي الناس تكون مقلقة وذاك لازم السلطات كما تفضل به الرئيس الثاني قال كون لافيك دون الفلو لازم تكون اون دات دو ريبريز ولا دو نو ريبريز ولا سما دوكا بقات ما تو الموندي دون الفلو لاعبين مقلقين مدرب للرؤساء الفرق اسكو ريبرون اسكو ريبرون با كاينة حاجة أنا عندي استفسار اسكو لو بروتوكول هذا سانيتير راه عند الفرق ممكن الرئيس هنا يجاوبنا عليه اسكو لو بروتوكول سانيتير بعثته يعني السلطه العموميه للفرق ممكن الرئيس يقدر يجاوبنا هنا يعني. انا لحد اليوم مازال ما شفتوش طيب. يعني شوقي ما رايك في هذه التصريحات وهذه الاقوال الخاصه بالبروتوكول الصحي وبالنسبه لرفض انديه الشرق الجزائري العوده الى استكمال المنافسه؟ والله شيء واضح يعني رئيس الرابطه المحترفه قال بان ليست من صلاحيه الفيدراليه او صلاحيته هنالك يعني حكومه السلطه
أو وزارة الصحة هي اللي تأخذ القرارات. فيما يخص أندية الشرق سمعنا رؤساء الفرق، المشكل هو بكل صراحة مشكل مادي، هذا هو المشكل. صحيح. يعني والإجابة على البروتوكول الصحي، يعني هل لديهم يعني هذا البروتوكول؟ هذا هو الإشكال الأول. لا صحيح تفضل شوف. فيما يخص يعني الشيء الثاني هو لادات دو لا ريبريز، إذا كان هنالك استئناف يعني الفرق ما يخفلكمش 3 شهور أو أكثر واللاعبين يعني بدون حركة. ما معنى هنا؟ معنى يعني اللعب الجزائري يختلف تماما عن اللعب الأوروبي. هنا من هجية التدريب تقول إعادة المرحلة لابريباريتوار تتعود من جديد. الفرق لماذا؟ لأنه اللعب الجزائري اليوم في هذه 3 شهور كان يدير المحافظة على اللياقة البدنية لمنتيا، ولكن في أوروبا كانوا يديروا لو ديفلوبمون دي كاليتي فيزيك، بويسك لا كاليتي تاكتيك ما كانش الكره وكذا، هما كانوا يركزوا على الجانب البدني معناه التطوير. اما الجزائري اللاعب الجزائري كان يدير الا الحفاظ على اللياقه، ما طورش اللياقه تاعو الى الاعلى. هذا هو هذا هو المشكل. كان لو بروبليم دو كونفينمون اسمه ما سمحش اللاعبين يدربوا. انا كنت تكلمت مع لاعبين يعني تاع السلوطاني ما عندهمش يعني مساكن ميم كي تاع يدومونديو لنا حنا بروغرام دونترينمون ما عندهمش وين يجسدوا. لا عنده يعني كثير مغلوقين. هذا هو الفرق. ولهذا انا نقول هذا التاخر يعني لازم تكون اون دات او اخذ القرار، هل تستأنف هذا البطولة أم لا، أو إعادة يعني البطولة الجديدة يعطوني دات لو موا دو سبتمبر اكتوبر لا ريبريس واللي كلوب يبداو يوجدوا لا ريبريس فيها فيها لا ريبريس فيها فيها يعني ميم لا سيزون بروشين فيها. لازم نحددوا تاريخ، هذا ما كانش باش ندير راهي مرتبطه بتطور الوباء ثاني. صحيح مهم جدا. وهذا الشيء نظن لي هذا العامل الرئيسي اللي اعاق هاو جدد اليوم فقط سمير السيد بركاني دكتور بقات بركاني جدد وهو عضو اللجنة التابعة لمكافحة فيروس كورونا موقفه بعدم استئناف البطولة الوطنية لكرة القدم نظرا للخطر المحتمل على المجتمع والمجتمع الرياضي. عندما نقول المجتمع الرياضي عدد هائل سمير من الناس يعني فاعلون ممكن وما يحدث حسب ما صرح به اليوم في القناة الإذاعة الوطنية الثالثة، قال هذه حقيقة مثبتة. نعم شكرا. هو الصورة بصفة عضو في اللجنة العلمية لمتابعة الوباء تم الاتصال بنا قبل من قبل أطباء الأندية والأطباء الفيدراليين. الوضع الوبائي الحالي لا يسمح بتجمعات اللاعبين، لا يمكن، لم يحن الوقت بعد التفكير في استئناف كامل الأنشطة الرياضية لأنه سيشكل خطرا على المجتمع من حيث الجانب الصحي. استئناف المنافسة غير ممكن، يعني الأمر واضح وهو صريح في هذا الصريح. نقطة إلى صفر كما يقول محمد جمال. نعم. نقطة إلى صفر يعني كلش واضح. أنا ما نلعبوش بحياة اللاعبين ولا حياة يعني الناس كل يدور بكرة القدم. نظن استئناف أو يعني نكملوا شامبيونا وحتى لاني بروشان مرتبط بتطور الوباء، وهذا شيء واضح كما طيب. قال البروفيسور. طيب نرحب بالصديق والمدرب حراس المرمى السيد أحمد محرز وهو من الدوحة يستمع إلى النقاش عبر سكايب، سيكون معنا في المحور الثاني. أسلم سيد أحمد عندما نتكلم عن مجيد بوقرة الذي أصبح مدربا للمنتخب الوطني الجزائري للمحليين. مساء الخير وأهلا بك سيد أحمد. مساء الخير جمال، نحييك ونحيي ضيوفك الكرام خاصة صديقي العزيز سامير حوحو، عندي مدة ما شفتوش وحيي ثاني الجمهور المشاهدين الكرام على عبر قناتكم. الله يبارك فيك ربي يخليك. الله يسلمك. شكرا جزيلا سيد أحمد، شكرا على قبولك الدعوة. نحن نناقش في محور أول وسنأتي إليك في المحور الثاني الخاص باللاعب مجيد بوقرة وأنت اشتغلت معه لسنوات طويلة. سيد عبد الغني، المنظومة وصلت إلى طريق مسدود حسب بعض الآراء لممثلي أندية الشرق، منظومة الاحتراف ومنظومة كرة القدم الجزائرية، هل هذا الطرح صحيح وماذا يمكن أن نفعل في المرحلة الحالية أو في المرحلة القادمة؟ المنظومة يعني نشوفوا كل واحد كيفاش يشوفها. احنا نشوفوا بلي كرة القدم ما راهيش رياضة فقط، كرة القدم هي تانيك اقتصاد.
هي سيت اون انتربريز. صحيح. دونك كي تشوف انت كيفاش راهم يمشيو الانديه، الانديه راهم يمشيو على حساب العلاوات وعلى حساب واش عطاو لهم ولا واش مش عطاو لناش. اليوم احنا نشوفوا في اتحاد العاصمه انه غدوه في اتحاد العاصمه ما تسمعش لاعب يقول لك ما خلصونيش، ما تسمعش لاعب قال ولا عندي مشكل. عندنا مشروع رياضي، احنا نهضروا على مشروع رياضي. اليوم عندنا الامكانيات الحمد لله، عندنا المالك الجديد مجمع سيربور اللي حط لنا كل ما يلزم. اليوم عندنا مشروع رياضي نمشوا فيه، عندنا مركب رياضي لازم نبنوه في 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 عين بنيان. المركب الرياضي فيه مدرسه، يعني فيه سنتر دو فورماسيون، فيه استاد، فيه توت لي كوموديتي من طراز العالمي. عندنا ايغالمون تانيك بالنسبه للمنظومه. سيد عبد الغني بصراحه كلنا، هل صحيح ان المنظومه وصلت الى طريق المسدود؟ هذه النقاش كان موجود في الاجتماع نتاع رؤساء الانديه والممثلين. لا يعني طريق مسدود دركا هو طريق ماشي مسدود، هي فلسفه لازم نعاودوا نشوفوها. بالضبط، مراجعه لازم تحتاج الى نراجعوها لا يعني من كل جوانب، يعني ما كاش دركا جانب واحد ولا حاجه، لازم كاع الفرق يعني، ولازم الحوار، لازم نتلاقى ولازم نهضروا على المنظومه هذه ونلقاو لها يعني حل. ما راهيش مسدوده يعني في بالي. أنا نظن محظوظ اتحاد العاصمة اللي عنده شركة كيما هذه. يا ليت الفرق اللي راهم يسمعوا فينا، يا ليت جميع الفرق عندهم شركات كيما هذه. لا اون بو بارلي دو بروفيسيوناليزم كيما كان يقول الرئيس، ان تيران ونديروا الانفراستركتور ونديروا توت لا لوجيستيك. يا ليت الفرق كل عندها شركات كيما اتحاد العاصمة. ولكن نحن أمام واقع لا سمير، ولازم نشوفوا للواقع وكيفاش نشوفوه بأي صورة. هناك منظومة وصلت ربما أنا إلى. أنا أقول أخويا محمد بكل صراحة، عشنا لاماتوريزم وعشنا الاحتراف. أنظن بكل صراحة رأيي الخاص متواضع، وباللي الاحتراف ما قدم لنا والو، بالعكس أزم الوضع أكثر. دي كلوب تري زونديتي، تري زونديتي أكثر فأكثر. تكوين راح، عدنا نهضروا غير على المادة. لو جوار لو جون جوار لو بلو تو بوسيبل يلحق باش يعود يخلص. أون بونس بلو على فورماسيون ني تحسين. لا بروف شوفوا باللي ما كان حتى لعاب من الشامبيونا يلعب في الفريق الوطني، وانا ناكد يعني ما يقدروش يلعبوا اللعابه نتاعنا، لان اهملنا التكوين كي لا شارنيير يعني كيما يقولوا دو باز تاع لا بروغريسيون دان جوار. دونك سي بور سا كيما قلت محمد جمال، رانا فريمون في منظومه وين خبطنا في حيط. هذا نقاش كان مطروح في الانديه. هي سي ان بروبليم دو فيزيون، هذا ما كان ماشي مسدوده، ما سي با فري، ما كاش منها نونس. انا جو بونس با كو سوا فري. تحتاج الى مراجعه الى تصحيح. سي اون فيزيون تاع لي كلوب، سي اون بوليتيك. هذا ما كان غدوه. اليوم الفوتبول سي ني بلو سولمون ان سبور، سي اون انتربريز. كيشوف دو مويان رئيس، شوف لي مويان. سامح لي، اون لا شونس دافوار اون انتربريز. لا لا سي با، سي با اون كيستيون دونتربريز. نو نو سي با فري. لا كيستيون دارجون. اسمع اسمع، إيش كيسيون دارجون، مي لارجون تشوف مسك راهو العين ملينا كيف يمشي يمشي يسنوا في البلديه. لا لا ما يخصوش. انا نقول لك حاجه، لا انا نقول لك اني عايش اليوم الشركه. اليوم يا اخي الفريق راه شركه يا اخي، هكذا راه يطبق عليه قانون الكود كوميرس. نعم، الكود كوميرس يهضر على شركات ك سي دي زونتربريز كي كري دو ريشيس. سي سا لا ريزون ديتر. Maintenant, ça, c'est vrai qu'il y a des problèmes au niveau de tous les clubs, des problèmes structurels, mais c'est un problème de vision. اليوم لا كان عندك فلسفه باش تقول باللي اليوم راح ندير سوارد، ما ديرهمش اليوم، ما ديرهمش غدوه، ما ديرهمش العام الجاي، ما ديرهم بيانتو افيك لا فورماسيون. سيتي مو تروا كلوب كي فوند لا فورماسيون. ما كانش. خلاص. ايمي لازم تكتب. علاش ما نديروش لا فورماسيون؟ علاش ما نديروش لا فورماسيون؟ تفضل شوقي، تفضل شوقي، لانه اصلا تبنات على اشياء. هذا لو بروبليم سي ان بروبليم دوردر دو فون. يعني قانونيا كاين اون بوليتيك، كاين دي لوا، كاين والحمد لله الدوله تاعنا موجوده. لكن انا نقول حاجه، الاحتراف ب 32 فريق هذا كان يعني تسرع اولا. ثانيا بور ماتر توت لي زيكيب دون لو ميم بي ديغاليتي، لازم نعطوهم الكل يعني نفس الشركات. نتحدث عن الاحتراف والدوله هي التي تمول هذه الفرق، وهذا غير منطقي. الاحتراف يعني لو كان نديروا كل الفرق في دون لو ميم بي ديغاليتي ونروحوا، ولكن يكون هنالك تفكير، تكون هنالك ان مود يعني اون استراتيجي اللي يبحثوا عليها
تو لي زاكتور من سواء وزاره الشباب والرياضه الفيدراليه ورؤساء الفرق او لي سوسيتي باراكسو. لماذا نولي الكلام؟ لو سمحت كاين سيرتين كلوب اللي راهم دي زونتربريز، سي دي زونتربريز بريفي دي سوسيتي باراكسيون، ولكن نتحدى اسكو عندهم دي ريسورس فينونسيير ولا موارد ماليه، موارد ماليه موارد غير ماليه موجوده. نعم هذا الشيء كذلك تمويل الدوله ونفس هل اليوم رانا موجودين في نفس الحاله؟ سامحني سي نعم. غير موجودين شوقي في نفس الحال، وانه ربما الانديه تنتظر في مساعده الدوله باش تقوم بالعمليه باش هي تمد المال وباش تقدم المساعدات وباش تخصص الفنادق وباش تمد. هل نفس الحاله اللي موجودين فيها من اجل الاستكمال او الاستئناف، هل موجود هذا الطرح؟ بالطبع موجود الطرح هذا، انديه الشرق تحدثوا عليه. لا قلت لك الجانب الاقتصادي وهذا شيء مهم جدا المالي، نضيف لك كذلك يعني فيما يخص لي ليغ عندنا رابطة. 62 رابطه. كاين سؤال هنا مطروح الاحتراف لا ليغ 1 جو دي بيان ليغ 1 اي ليغ 2 ولا ليغ اماتور اللي راهم مثال فريق بن عكنون او مولوديه قسنطينه، الفرق اللي يعني خرجت اموال وراح تطلع اذا ما كانش استئناف. ما هو الاليات المسار؟ نعطيك مثال شباب بالوزداد اللي كان هو الاول منذ البدايه وراء يعني مولوديه الجزائر شبيبه القبائل، اللي شكون يلعب لا شامبيونز ليغ، شكون يدي البطوله شامبيونز ليغ كوب دافريك، لي زيكيب ريليغاب، شكون اللي راح يحبط شكون اللي لا لا. لو كان النقاش غايب في هذا النقاش، نعم النقاش غايب ظل قرار سياسي في اقرب وقت. جاي سمير، بالنسبه للسيد اعراب السيد عبد الغني وهو رئيس الفريق الوفاق، يقول بانه طرح فكره اعاده الذهاب الى اعاده البناء على اسس صحيحه، نستغل هذه الفتره ونروحوا الى تصحيح المسار. هل هو محق في هذا الطرح؟ انا نقول لك، انا نعاود ناكد لك انها مساله تاع فلسفه تاع الفريق. القوانين كاينين، لي تاكسي اكزيست، لي تاكسي اكزيست مانتنون يفو فوار كيفاش واحد يطبقهم. سي لابليكاسيون تاعهم مانتنون سي اون واحد بون باش نحطوا تو لي كلوب سور ميم بي، ما كانش منها سي فري كيما قلت انت. كان فرق لي كبار، كان لي فريق اللي عندهم دي مويان، كان دوتر مي سو كي اون دي مويان يفو كي لي بروف. اليوم انا كان نهضر على اتحاد العاصمه، احنا ما راناش نستناو في الجروب سيربور باش يعطينا دراهم، عندنا ان بيدجي عندنا ان بودجي سي فري كان اون بوليتيك مون جابليك لا بوليتيك هذه تاع الجروب بيان سور بيان سور تاع المجمع. بدينا بانا عندي خمس سمانات ملي تعينت ولا حاجه، ولكن لو بروجي بدينا نحطوه في الواقع. كان دي سون دي سونترا كونستروير، كان دي لا فورماسيون، كان ليكيب. علاش قلت لكم الاستئناف لازم ولا نحبسوا الشامبيونا؟ يفو درا كون اون فيزيون كلير باسكو نافيغا فو. مي الكوتي واحد اخر سي كو ماتير دانفراستركتور، اون ماتير دو فورماسيون ديجا راه نو لافون سور بابي اي اون فا لابليكي ان شاء الله. دونك غدوه باغ اكزومبل اون بو با دير بلي اون ا ريان ولا مانتنون سي اون ا ايشوي سا فو دير كون ا مال بونسي. مي لازم هاد لا بونسي هادي لازم تكون كوليكتيف. احنا ماشي موالفين نتكلموا بزاف في الحوارات تاعنا، لازم نتلاقاو ولازم كاع الفرق تلاقى، لازم كاع الفرق تمد الراي تاعها ونخرجوا بحلول. هذا ما كان يعني بتاتري فودرا موديفي سيرتان شوز، بتاتري فودرا قال انا غالطين في حوايج كيما هادو، مي بلا حوار ما نقدروش نافونسي. سمير ما رايك ربما في هذه في الاكراهات الاخرى التي طرحت للنقاش وهي اكراهات ماليه، عجز مالي لا يمكن ان نواصل، هناك صعوبات؟ هو يعني كون يعني السلطه وعلى راي يعني اللي تمثلها الفيدراليه البرون شارج، باسكو هذا وضع استثنائي اخويا. صحيح هذا وضع استثنائي البرون شارج، هل البروتوكول يعني باعانات للفرق ممكن تمد لهم دراهم اللي تسيد هذا البروتوكول اللي زوبليج على بروندر، مي هي توفر امكانيات، مي بس استنى من الفرق هما يوفروا الامكانيات باش تزيد البروتوكول كي فينونسيرمون ان تي بو ديفيسيل. سي با سي سي با سي سي با فاسيل و سي با ما يقدروش. وهل ننتظر من الدوله انها تاخذ على عاتقها ايضا هذه المصاريف الخاصه بالبروتوكول الصحي وهي اللي توفر كل شيء؟ سمير هل هذا معقول ايضا؟ الاستئناف برك البطوله نعم، ولكن الى الجائحه هذه راحت العام الجاي يفو. انا في رايي الخاص خويا نعم تفضل، يفو ريفوار لو فون دو بروفيسيوناليزم. Il faut revoir. Chauffe-nous le cahier de charge. Le cahier de charge n'a pas été respecté.
لو كان يتشارج فيه ستاد نتاعك وكذا كذا ما كاش دير تو الموندي بروفيسيونيل. الناس ماش قادره تخلص اللعابه تقول لي بروفيسيونيل. دونك لو كان يتشارج سي تاروفوار. انا كنت اقترحت اخويا محمد نرجعوا للاماتوريزم. انا رايي باسكو الناس ماهيش قادره ابار دو تروا كلوب سينو كيما قال اخويا شوقي لي كلوب كي ريبوند او كاي تشارج هما اللي يولوا بروفيسيونيل. باينه كلارينات عندك لو كاي تشارج سي تو ريبوند تو بروفيسيونيل تو ريبوند با تو ني با بروفيسيونيل. ولكن اليوم وصلنا معليش سمير اليوم وصلنا الى حقيقه ماذا يمكن ان نفعل حقيقه وحنا اليوم لنا نحتاج الى اعاده النظر الى بناء إيه؟ الى تصحيح المسار والمشوار لازم نقدموا اليات والاليات سي وافكار كما قال الرئيس لازم نعاودوا نتحاوروا وشكون بصح درنا سيمبوزيوم شكون اللي درنا سيمبوزيوم ما خرجنا به والو لازم شكون اللي يتحاور الاختصاص اخويا مع الجمال نحكي لك حنا اطارات تاع الدوله انا يعني كي نقولوا حنا نمثلوا قدام اطارات اونايتي كارتي من لي ديسيزيون دي فوتبول حنا فورماتنا الدوله بور اتر بريزون في الساحه حنا ولي دي فوتبالور اي اون ايتي فورمي بور لو فوتبول ونشوفوا تو سكي تو سو يتوش اون فوتبول صحيح. شوقي هل عوده البطوله في تونس الاستئناف في تونس وفي مصر ايضا وفي المغرب قريبا ممكن ان يكون ضغط علينا احنا في الجزائر ام هو امر عادي وعلينا ان ننظر الى حقيقه الامر والواقع بالنسبة لنا والوضع الصحي؟ بالطبع حقيقة الأمر والواقع الجزائر عندها السيادة ديالها. صحيح. أنا نعطيك مثال الدوري المصري يعني هنالك يعني إصابات وباء الكورونا هذا حوالي 10 إصابات عند ما استأنفوا البطولة. نقول لك الجزائر يعني عن طريق الدكتور يعني بكاطا ووضح الشيء. صحيح. يعني صريح اذا الوباء يعني استأنف احنا من المستحيل باش نغامروا بصحه اللاعبين اولا صحه الحكام صحه المسيرين صحه الانصار كل ما يدور في محيط اللعبه. الشيء الثاني يعني هذا الاستئناف هذايا ممكن يكون يعني يكون يتطلب يعني عده مقاييس من ناحية التقنية من ناحية الرياضة من ناحية المالية من ناحية البروتوكول وهذا الشيء راه صعيب علينا احنا ممكن يكون هنالك يعني فيه دي رينيو كما قال الشيوخ ويريحوا يعني على طاولة ويخرجوا من الحلول الإيجابية ولكن عن طريق المغامرة بحياة اللاعبين هذا الشيء يعني واحد ما يحبوا تمام. سيد عبد الغني يعني واش نقول يفو بروندر اون ديسيزيون دوك ماشي من بعد طال الزمن خلاص يعني مثلا لكن نشوف يعني على صحه اللاعبين وصحه والصحه العامه يعني تاع سي لا سونتي زالجيريان با مثلا سي خلاص لحقنا وين الوقت وين لازم يفو ديكلاري يفو سوا نكملوا لا كومبيتيسيون اخوان نكملوا لا كومبيتيسيون نحبسوا لا كومبيتيسيون بول لي ريزون هادو ياهم باينين لي ريزون هادو الناس كاع راهم يهضروا عليهم اي طبعا لانه فهمنا دوك سمير لانه يعني حقيقه القرار ليس بيد الفاف ولا بيد الرابطه المحترفه بيد السلطات وطبعا هاي التصريحات موجوده والواقع رانا نشوفوا فيه في الحقيقه الخطر مازال موجود ما هو المخرج ما هي الحلول ليست هناك اقتراحات او افكار بالنسبة كيف نتعامل كيف هي الآليات اللي ممكن تكون في حالة ما إذا توقفت الموسم أبيض أو إلغاء الموسم والله يعني سؤال وجيه يعني سون ريفليكسيون ما درناش حتى الاحتمالات غير موجود نعم حنا درك اللجنة العلمية تقول من المحال استئناف في البطولة دونك نديروا الاحتمال في عدم استئناف في البطولة نصرح لوبينيون بيبليك الناس اللي تسمع فينا يا جماعة في حالة استئناف اسكو سي ار بي شامبيون دالجيري ولا 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 اني بلونش ولا ما فهمناش دونك اي سي لو طون باس في حاله استئناف هذيك سي نوتر بير دو مونش مي الحاله دوكا اكتويلمون يعني كما صرحت اللجنه العلميه باللي سي امبوسيبل دو ريبروندر دونك واش هي سي اون ريبرون با شوقي نعم كيلز سون لي ديسبوزيسيون كون دو بروندر اكزاكتومون اي تان دركا كو لا فيديراسيون تفضل يعطيك معلومه حسب يعني واش ماذا نقرا على الجرائد يعني في الجرائد الانديه
toutes les équipes ou bien tous les clubs commencent à recruter des joueurs. Cela veut dire quoi? Mais tu as l'intidab de l'arbitre. Maintenant, tout ce qui est en train de se faire, c'est qu'il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps pour l'année 2020-2021. L'Etihad Jazair, ماهيش حابة تستأنف، راهي بدات يعني تحوس على اللاعبين وانا نقراو في الجرائد. هنا السؤال مطروح، ممكن كاين بعض الأندية اللي حابة تستأنف البطولة وتدافع على حقوقها وهذا من حقهم، وكاين بعض الأندية اللي راهي ممكن في او باجي طابلو تقول لك ما نستأنفش باش ما نخاف من السوق. يعني هذا الشيء ماناش نشوفوا في الانتيري جينيرال. نعم شكلهم يشوف الانتيري الخاص نتاعهم، ولكن دون الانتيري جينيرال لكل حالة استثنائية، حل استثنائي لازم نطريقه والجميع ياخذوا القرارات المناسبة. ماشي نتخبوا، لأن الحالة الطارئة تحتاج إلى قرارات طارئة أيضا. نعم. في مصلحة الجميع. في مصلحة الجميع. نعم. السيد عبد الغني تفضل. كما قلت الانتدابات احنا نخدموا بيان سور، انا نخدموا، عندنا لاعبين لازم نجيبوهم، لازم عندنا اون ايكيب باتير. ولكن يعني لكن باسكو هنا طرحت زوج اسئله، انا خلال الاستئناف من عدم تاعو ثاني معاك، انا هضرنا من قبيلات وقلنا بلازم اليوم نهضروا، لكن حنا نحبسوا كان اهل الاختصاص راهم يقولوا بلي ما الاستئناف غير ممكن مستحيل لكذا الاسباب. خلاص سي بون، حنا اون داكور، حنا مي با بروبليم. دروك كيفاش نتعاملوا مع لا سيزون؟ انا نقول لكم، انا نقدر نقول لكم لازم مقترحات سيد عبد الغني. لا لا مش مقترحات، نهضروا من الناحيه القانونيه ونهضروا من الناحيه الموضوعيه. من الناحيه القانونيه لا فيفا نو ريكوني با لي شامبيون ابلون يا اخي، هكذا في دون لي زوتر بي كان واقيلا انا ما كونيسونس ك لي بي با لي زون ديكلاري ابلون، راهم يقول لهم لازم تعاودوا تشوفوا النظر تاعكم. مينتون هنايا اخويا نحبسوا بون. مينتون راه البرومي لي شامبيون فرنسا اتخذت القرار السيد مثلا، علاش ما لازم دانا ما حنا لازم ناخذوا القرار صحيح. لا اليوم يعني بالنسبه للرابطه احنا ما عندنا حتى مشكل باش نحبسوا لا كومبيتيسيون، بصح الحياه تاع الفريق يتكمل. اليوم الفريق هذا لازم ينتدب، لازم يسرح، لازم كاين يروحوا، كاين يديروا فانت كونترا، كاين يجي، وهذه الحياه تاع الفريق. وما نقدروش نستناو بلوس كو سا، باسكو ميم يكون نستأنفوا يورا نوتر بروبليم تاني تكنيك يفو ريغلي، كاين لو ميركاتو وقت وين نديروا لي ميركاتو يا اخي هكذا. دونك هذوك المشاكل لازم نحلوهم دروكا، ما نقدروش نستناو بلوس كو سا. انا كم قبيت اوني اون تران دو نافيغي ا في او سي فري، باسكو كاين دي ستاج كيل فو بريباري، كاين دي بيدجي كيل فو ماتر، وكيفاش ندير انا ما على باليش، انا ونهضر على الاخرين تانيك، واحد ما على بالوش راح يدير. وكل ما نجوزوا ايامات ليامات راهم يجريوا، دونك رانا في جوان نضيعوا في وقت مهم بيان سور، رانا في جوان وبعد نصبحوا في فان جويي وبعد تهرب لنا من يدينا، دونك لازم نقروا دروكا. انا هذا هو رايي. شكرا جزيلا. هل معنى السيد علي بعمر رئيس الرابطه اللي كنت غير ممكن الهاتف طبعا غير ممكن الاتصال، كان بودنا ان نتصل بالسيد علي بعمر ورئيس الرابطه الجهويه لكره القدم لورقلا حتى نعرف رايه وحتى نسمع لراي وايضا الجنوب الجزائري وفيه عدد هائل من اللاعبين في الرابطات الهاويه في الرابطه الهاويه. سمير مهم جدا الاستماع الى هذه الاراء وخاصه السيد علي بعمر، نسمع الى صوت الحكمه ربما راي خبير خبره كبيره في الميدان، ولكن كان بودنا نامل ان يكون الامر خيرا بالنسبه للسيد علي بعمر. نواصل نحاول الاتصال بالسيد علي بعمر، واذا كان يشاهد وفي الاستماع يفتح الهاتف من اجل التواصل والاتصال حتى يقدم لنا فكره خاصه ونسمع باراء ورأي أهل الجنوب، لأنه الجنوب الكبير والجميل يحتاج أيضا إلى اهتمام. سمير شوقي، ماذا يمكن أن تقول في آخر تدخل بالنسبة لهذا المحور الأول؟ والله في هذا المحور في حالة استئناف البطولة، أقول في حالة مائدة وفي حالة مائدة. نعم، نهضروا للحالة الأولى. نعم، إذا الفرق وإذا اتخذ القرار
يعني يقولوا استئناف البطوله. حنا عندنا ولو واحد الشهر الوقت فاتنا لي زيكيب نورون با بلوس دام و سي تادير دي دي, دي ميكرو سيكل ان ميزو سيكل دو 4 6 سيمان يعني في مواد دي جويلي شهر ونص يبداو حوالي في 25 جويلية لي وي ماتش هادو اللي يكملوهم من بعد يبان البطل ويبان اللي يحبط يبان اللي يلعب لا شامبيونز ليغ ويبان اللي يلعب لا كوب دافريك. هنا نكونوا رجلينا المشكل، ولكن من بعد التحضير السنه القادمه 2020 2021 ممكن يكون يعطوا لهم اون بيريود تاع لو ميركاتو ويعاودوا من بعد اون بيريود دو لا بريباراسيون اي تو. شوقي تسمح لي نظن ما تكونش في اكتوبر، في اكتوبر باش تكون كو لا بيريود دو بريباراسيون هذه بور تيرميني لو شامبيونا افيك لي ماتش دو وي ماتش دو كومبيتيسيون يفون سيرفير دو بريباراسيون بور لاني بروشين. بيان سور معليش سي تي ريسك، ولو انه شهر غير كافي، ولكن لضيق الوقت يعطوهم شهر باش يحضروا يبداو في المباراه. يقولوا خمسه حتى لسته سمانات. لي فورشيت دي سيسا ويسر. وفي حاله مائده، في حاله مائده ثانيه، في حاله مائده ثانيه توقفت البطوله لازم قرار باللي تحسب البطوله كيما راهو الكلاسمون دركا خويا محمد. بوتيتر بوتيتر بور لي كلوب يورا با ريتروغراداسيون، من بعد يعود مشكل العام الجاي. يعود ان اكسي دو كلوب، دونك لازم قرار صارم نحبسوا الشامبيون هكذا. ولكن لازم اليات نتفقوا عليها باش تكون بيان سور. بصح اسمح لي يا خويا، واحد ما راح ما تكونش عندك الاجماع، ما يكونش عندك الاجماع اللي كاين اللي يقول لك كون تاخذ قرار باغ اكزومبل يورا دي لا ريتروغراداسيون، كاين الناس ما تحبش تطيح، اللي راه يقول لك انا عندي شانس نكمل. ولكن ممكن نوصلوا الى قرار نتاع اجماع مثلا. لازم 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 على الاقل بالفوت بالاغلبيه، شكون اللي يكون شامبيون لي كاترو. المكتب الفيدرالي ربما سيحسب في الامر يوم الثلاثاء في الاجتماع، او انه سيقدم افكارا ومقترحات. من المطلوب جديدة. من المطلوب ومن المستحسن. كيف راح تكون الاجتماع يوم الاثنين السيد عبد الغني مع انديز الوسط؟ والله انا اعطينا التوقع تاعك. نقول لك التوقع تاعي على بالي بلي يعني نقول انا كما قلتها من قبيله انه معظم الفرق راح يقولوا ما نستأنفوش. ممكن يعني كما داروها في الشرق وكما داروها في الغرب، يعني هما الفرق ماشي مختلفه.